محمد ابو جبل وعنده احمد صبحي في الباك رايت، محمود عزت والسيد فريد ومحمود منصور، ده عنده ثبات يمكن في خط الظهر بشكل كبير. عنده اسلام صلاح والشيخ احمد في نص الملعب، بامبا و أوميد أوكري ومحمود سيد ومحمد حمدي. خلينا ناخد رئيس نادي سموحه المهندس فرج عامر. يا باشمهندس ازاي حضرتك يا فندم؟ كابتن اسلام، وبمسي على كل ضيوف حضرتك، الكابتن عادل تقيمه والكابتن همام والكابتن اسامه حسني. الكابتن والكابتن اسامه حسني. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني انا لسه الحقيقه النهارده، اولا انت ليك النهارده في هدف انا شايفه مش تسلل الحقيقه، يعني ما كل الناس شايفاه مش تسلل. ما هو مش تسلل، مش تسلل حضرتك، مش تسلل. اه ما هو حضرتك شايفه مش تسلل، وكل الدنيا والعالم شافته مش تسلل الا الحكم. الحامل الرايه، حامل او حامل الرايه، انا اسف. صح، يعني حضرتك، يعني هو طبعا الخطا غير مقصود. طبعا اضرنا اخر ضرر. يعني يمكن حتى احنا الماتش اللي فات، الجون الاول والجون الثاني، الجون الاول لمسه يد واضحه والثاني اوفسايد. ما علينا، سيبنا من ده، خلينا في النهارده. الاسبوع ده جون سليم 100%. لو كان الجون ده دخل كنا احنا رحنا حته ثانيه خالص، كان الماتش اتفتح والدنيا اتغيرت بشكل فظيع جدا. نعم. طيب انا طبعا في حاله نفسيه سيئه جدا، يعني طيب باشمهندس، انا لسه كنت حتى بسال الكابتن ماهر، هناك استقرار مادي، استقرار فني، استقرار اداري في نادي سموحه؟ انا متخيل ان حضرتك كنت منتظر اكتر من الفرقه خلال هذه الفتره. ما هو للاسف صادق. بص هو الفيك، بص انا مش عايز اتكلم، هو بعض، لا اتكلم يا باشمهندس. بعض المباريات كان عندنا اخطاء تحكيميه فظيعه جدا جدا. نعم. جدا. يعني طبعا وفي بقى توفيق وعدم توفيق، كان ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. بص انا عندي مجموعه هايله من اللاعبين. نعم. يعني العمليه تنظيميه اكتر، مش اكتر منها تنظيميه، حتى كمان مش دول مش يعني مع الاحترام لهم هم ناس ممتازين وكله، لكن انا من وجهه نظري في ثلاث عناصر اساسيين غايبين هيلعبوا على مدار الماتشات الجايه، هتشوف الفرقه كمان بشكل افضل، لكن في النهايه طبعا ده راي المدير الفني. طبعا. انا شايفه يا هم يعني مصابين، خدت بسيادتك؟ تمام. ان شاء الله لما هو كده يبقى اربع عناصر يا باشمهندس، اكتر واحسن كده يبقى اربع عناصر. حكايه الاخطاء التحكيميه دي انا مش مسيطر عليها طبعا، ولا اقدر اسيطر عليها، بس كده يبقى اربع عناصر، ثلاثه مصابين وواحد انت كاتب ان هو هيبقى مفاجاه يعني. بكره. طب مين؟ لا ان شاء الله لما يوصل بس حد افريقي يعني؟ عندنا ناس، مش عايز يقول لي، مش عايز يقول لنا. طب احنا اسكندرانيه، ده احنا اسكندرانيه زي بعض يا باشمهندس. بدون ما الموضوع ينتهي لسه ما انتهاش. وارد يحصل اي حاجه. طب خلاص، انت لعبت نادي الاهلي يا باشمهندس، مش مهم بقى اللي جاي. نعم. بقول لحضرتك انت لعبت النادي الاهلي، مش مهم اللي جاي بقى. ربنا يسهل يا باشمهندس، ان شاء الله تبقى الامور جيده. بكره ان شاء الله حضرتك هتعلن عن صفقه جديده لنادي سموحه، وصفقه مهمه زي ما حضرتك كاتب. ان شاء الله لو ربنا اراد باذن الله. بالتوفيق يا باشمهندس. مهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. يعني طبعا واضح جدا ان هو متضايق من التحكيم النهارده، هو فعلا له، معرفش انا ده وجهه نظري، معرفش وجهه نظر حضرتك، الجون اللي اتلعبت الكره بالعرض وحطها محمد حمدي.